مبسوط جدا بالتكريم ده. بشكر الاستاذ نادي غالي على الدعوه الكريمه، بشكر نيش ماجازين، بشكر الساده الحضور. السلام عليكم. مش متعود ان انا اخد جوائز كتير قبل كده، دي اول مره يعني بعد ظهر العمده. مبسوط جدا بالتكريم ده. بشكر الاستاذ نادي غالي على الدعوه الكريمه، بشكر نيش ماجازين، بشكر الساده الحضور. ليا الشرف اني بتكرم وسط اساتذتي استاذ شريف منير، استاذ ماجد النصري، استاذ نادر العباسي، استاذ ايهاب الخيري، كل الاساتذه الموجودين. مبسوط جدا بحضراتكم، كل سنة وحضراتكم طيبين وبخير وسعادة. شكرا جدا يا أستاذ. هاي البحيري. كل سنة وأنتم طيبين ومنورين كلكم. وعايز أقول للأستاذ ده النادي الغالي مش ماجازين، الغالي. أنت الغالي. أنا على قد ما بكون مسافر كتير وبعمل عروض أزياء بره مصر كتير وكرمت بره كتير قوي، ولسه كان اخرها في اليونسكو في يناير اللي فات كاول مصمم ازياء مصري يكون في مجال الموضه العالميه بره في السكادول الفرنسي باريس فاشن ويك. بس غلاوه التكريم بتاع النهارده ليه في قلبي غلاوه كبيره قوي بجد، على فكره مكانه كبيره قوي. منتظر بجد بقول يا رب ان شاء الله السنه الجايه نكون على قد المستوى، نشتغل اكتر وننتج اكتر ونكون في نيش ماجازين السنه الجايه باذن ربنا. وعايزين نقول بجد احنا عايزين نكون الف واحده وننتج بجد مصري 100%، ونقول يعني البس المصري وافتخر. احنا عندنا يعني وعكه صحيه جامده جدا مع الدولار ومع اليورو، فقبل ما نفكر قبل ما نشتري حتى حاجه بدولار او بيورو نقول انتج مصري والبس المصري وافتخر. وبنشكر جدا نيش ماجازين انها بتهتم قوي بكل نواحي الجمال المصري كفاشن ديزاينر، كمجوهرات، كديكور، كفن، كل حاجه. ميرسي جدا جدا. المجد المصري يا مصر.